بغيت ربي الحبيب يرزق ميمتك الجنه، بغيت ربي يرزق ميمتك الجنه، بغيت ربي يرزق ميمتك الجنه. بارطاجيو القناه ديالي على قدر المستطاع، اقسم بالله العظيم الا صدقه جاريه، صدقه جاريه ديال هاد الاجراءات. ما نعرف يعني الاجراءات اكيد راهم بين الاجراءات. انا صافي راه غادي نحماق، ما سخيتش بالدار ديالي، اقسم بالله العظيم ما سخيتش بداري، ربي اللي عالم. كبقيت تخرجت من الدار راه غادي تشتت. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين الحباب؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي، نتوما وليداتكم والعائله ديالكم وكاع الحباب ديالكم وكاع معز عليكم. شكرا لكم بزاف الحباب على المسانده ديالكم ليا، يا ربي يحفظكم وربي يستركم في الدنيا وفي الاخره. استغفر الله يا ربي تحتك، ربي اللي عالم بيا يا الحباب، اقسم بالله العظيم الا ربي اللي عالم بيا، ربي اللي عالم بداكشي اللي انا كنحس به. يعني بحال قلتو راسي غادي يتفرق، راسي غادي يتفرق على 10. ما حيلتي نفكر في والديا، ما حيلتي نفكر في ولادي، ما حيلتي نفكر في الدار، ما حيلتي نفكر حتى لشي حاجه، اقسم بالله العظيم ما نتمناش. يعني العدو ديالك ما نتمناش يكون في هذه الحاله اللي فيها انا. واخا هكا كنبغي نضحك، كنبغي ننشط، كنبغي بزاف ديال الحوايج، كنبغي نحاول ما امكن كما كيقول المثل نواسي راسي براسي. المهم ندخل لكم في الموضوع نيشان. البارحه الحباب صنعوا علينا مالي البنكة، يعني البنكة اللي بلا ما نذكر الاسم ديالها، البنكة اللي هازين منها الكريدي ديال الدار. صوناو على حميد، هضروا معاه قالوا له راه كيخصك تخلص، حيت قلت لكم راه حنا ما كنخلصوش الكريدي ديال الدار من 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 قبل كورونا، حيت راكم عارفين في كورونا ما كانش خدام، راه تقريبا شي 5 شهور ولا ما خدمش، ومن بعد عاوتاني كورونا، يعني الخدمه قليله وداك الشيء، الخدمه يعني قليله، ما كيلقاش يعني كما عارفين الخدمه القهوه، يعني كيخدم غير نص نهار، ماشي شي حاجه زعما. وشكون اللي زيرنا بزاف بزاف بزاف؟ هي الامانه، الكريدي ديال الامانه هو اللي زيرنا بزاف. الكريدي ديال الامانه عاوتاني كنا خدينا كريدي، خلصنا به كريدي. نقول لكم بعدا علاش خدينا الكريدي ديال الامانه. الكريدي ديال الامانه خديناه على ود كان ما خدامش، كان عاوتاني شي شهرين يمكن هو ما خدامش، كان مريض وما خدامش، كان حميد مريض وما خدامش، وتجمعات علينا الطريطه ديال الدار 3 شهور ما خلصناهاش، ومشينا هزينا الكريدي من الامانه. دابا هذا هو الغلط الكبير اللي درنا، ندمت على النهار اللي هزيت فيه الامانه. هزينا الكريدي من الامانه وخلصنا به الكريدي ديال الدار، وداك الشيء اللي بقى خديت به البيسي. يعني راكم عارفين البيسي خديته ب 50000 ريال، يعني هزينا الكريدي على عام ونص، يعني دابا يلاه خلصنا النص، مازال عام حتى لشهر 10 د العام الجاي عاد نكملوا الكريدي ديالنا، عاد نكملوا الكريدي ديال الامانه. هو اللي زيرنا، يعني لو كان بقات غير في ديك 24000 ريال ديال الدار غادي نقدروا نتقاتلوا معها، واخا ناكلوا غير الخبز والماء، والدار هي الاساس، ولكن ديك 10000 ديال الامانه، 10080 ريال ديال الامانه اللي كنخلصوا هي اللي زيراتنا بزاف. يعني كتخلص 10080 ريال ديال الامانه و24000 ريال ديال الدار والماء والضو والمصاريف والدراري والمدرسه ديال الولد الصغير كيقرا في الرد زعما كنخلصوا عليه، اقسم بالله العظيم الا ربي اللي عالم بيا. يعني انا كنبغي نشارك معكم، ما عنديش لمن غنعاود في هذه الدنيا، ما عندي حتى شي حد لمن غنعاود من غيركم نتوما، هما اللي كنفقي عليكم قلبي وكنخوي عليكم قلبي باش نقدر نرتاح، حيت صافي قلبي عمر، صافي غنطرطق غنتفرقع، يعني حرت. انا مازال ما كملتش حتى 30 سنه وانا صافي، ما نكذبش عليكم، وليت كنفكر في شي حوايج لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صافي غنهبل بالمعنى الكلمه، غنهبل صافي، عقلي غادي يخرج. لان يا الحباب انا عارفه، انا عارفه تمارا اللي دازت عليا، وانا عارفه العذاب اللي ضربت مع البيوت مع الجيران، وجامي نقدر دابا تكون في بيت مع الجيران، حيت تعذبت حياتي كامله وانا ساكنه بيت مع الجيران، والصداع والمشاكل راكم عارفين، يعني اللي يسكنوا مع الجيران غادي يفهموني، ولكن اللي ناضوا في الديور وداك الشيء ديالهم ما غادي ما يسكنوش مع الجيران ما غاديش يفهموني. حين تسكن مع الجيران شي حاجه اللي اكفس اكفس اكفس، وعاد كنت ديك الساعه ما عنديش الدراري كاملين، والدراري مازالين صغار، كان عندي غير علاء ونادى وكمال، يعني ثلاثه ديال الوليدات نور اللي ولدتها هنا، هما ثلاثه الوليدات كاملين وكانوا مازالين صغار، يعني مازال ما كيخرجوش، كتحكمي عليه كتقول له جلس كيجلس. اما دابا الوليدات تبارك الله كبروا، البنيته كتقرا في الخامس، الوليد كيقرا في الثاني، الوليد الاخر كيقرا في الروض، والدراري دابا تبارك الله بداو كيكبروا. يعني كيفاش غادي دير باش تحبسيهم في بيت واحد وتسد عليهم؟ مازال هنايا بعدا تيكضاك كيمشيو هما في بيت النعاس، هما في الصالون، هما في البانكو، هما في السطح، هما المهم هنايا بعدا بغاو يخرجوا كنخرجهم. ولكن الا سكنت في بيت واحد مع الجيران كيفاش غادي ندير نسكن في بيت واحد وانا عندي اربعه الاولاد؟ هذه هي دابا انا اللي ما كنعش، اقسم بالله العظيم صافي ما نكذبش عليكم، راه ما كنعش، راه ما كيجينيش النعاس، علاش كيطيح لي الطونسيون وراسي مريض بالنعاس اللي ما كنعش؟ كنبات كنفكر كنقول كيفاش وايلي. لان فاش صوناو عليه مالين البنكه قالوا له غير غادي تبدا تخلص ولا غادي نبداو في الاجراءات،
ديال هاد الاجراءات انا ما عرفتش. المهم هادشي اللي قالت له السيده اللي صونات عليه، وحنا ديجا كنا مشينا شحال هادي، كنت مشيت للبنكه انا وياه وسولنا واحد الموظف في البنكه، قلنا له واش يمكننا نخلصوا زعما بحال هكا شهر ولا شهرين، شويه بشويه بقاو كينقصوا لنا زعما ديك 200 300 درهم هكا في الشهر. قالنا لا ما يمكنش، خصكم تخلصوا كل شيء في مره واحده. ودابا السيده فاش صونات عليه قالت له يا اما تخلص كل شيء في مره واحده، الا عندك باش تخلص كل شيء في مره واحده تخلص كل شيء في مره واحده باش ترتاح وتبقى تخلص الطريطه ديالك هي هذيك نيشان 24 فريه في الشهر، الا ما عندكش باش تخلص كل شيء في مره واحده غادي تبقى تخلص كل شهر تخلص فيه شهرين. يعني كيفاش لا يعقل ان تخلص شهرين وهو خدام سرباي في القهوه، والمصاريف ديال الدار والامانه كما قلت لكم والمشاكل، وعرفتي اقسم بالله العظيم الا راسي غادي يتفرقع، ربي اللي عالم بيا يا الحباب، ربي اللي عالم بيا وعالم بقلبي غادي يتفرقع، اقسم بالله العظيم الا ربي اللي عالم بيا. دابا قالوا له غادي تخلص، يعني قلت لكم من شهر 3 ما خلصناش، اللي خلصنا في شهر 2، ولكن الحمد لله بعدا قالوا له ما تخلصش شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 وشهر 6، 4 شهور ما تخلصش حيت كانت الساعة كورونا. اللي غادي نخلصوا هو شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وشهر 10 وشهر 11 وشهر 12، 6 شهور اللي خصنا نخلصوا دابا. دابا خصنا نخلصوا 6 شهور 24 الف ريال في الشهر. انا المهم على ما حسبت يمكن شي 140 الف ريال، 140 الف ريال منين غتجيبها؟ فين راه 140 الف ريال؟ يا اما غتخلص 140 الف ريال جبده كل شهر تخلص الطريطه ديالك عاديه يعني 24 ريال في الشهر، ولا غتبقى تخلص 40 الف ريال 48 الف ريال في كل شهر، يعني شهرين 24 24 48، يعني 50 فريال تخلصها كل شهر منين؟ اقسم بالله العظيم الا شغلي نقول لكم الانفاس حبسولي، حبسولي الانفاس، حيت الحمد لله اللهم لك الحمد، انا كنحمد الله وكنشكرو على اي حال حنايا فيه، ولكن الدار الا مشات راه صافي، راه كما قلت لكم مستحيل انني نقدر نسكن في بيت واحد مع الجيران واربعه د الاولاد، كي غادي ندير؟ راه صافي الساعه صافي غادي نحماق. يعني راه كما قلت لكم تكرفصت 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 النهار اللي فاش شرينا هاد الدار، واخا كل ما شريناهاش قول راه حنا كارين، يعني مادام الكريدي راه كاري، تصور وكنسجد بالفرحه، حيت مستحيل انك دير الدار وانت سرباي في القهوه يعني، ولكن الحمد لله ربي كبير، ربي فاش كيبغي يدير شي حاجه. ولكن قلت لكم الحباب الحمد لله، عسى تكرهوا شيئا فهو خير لكم، يعني قل ما يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، يعني داك الشيء اللي كتب الله راه حنا غادي ندوزوه. ندى شكون اللي كيضرب في الحيط؟ قلت لكم الحباب داك الشيء اللي قسمنا الله غادي ندوزوه، ولكن صعيبه اقسم بالله العظيم الى ربي اللي عالم في داك الشيء اللي في قلبي وداك الشيء اللي وصافي انا بقيت كتمشي لي الهضره. صافي فاش صونات عليه السيده قالت له غير غادي تبدا الخلاص، حيت قلت لكم ما كنخلصوش، غير غتبدا الخلاص ولا غادي نديروا الاجراءات ديال هاد الاجراءات ما نعرف، يعني الاجراءات اكيد راهم باينين الاجراءات. انا صافي راه غادي نحماق، ما سخيتش بالدار ديالي اقسم بالله العظيم، ما سخيتش بداري ربي اللي عالم، كبقيت تخرجت من الدار راه غادي تشتت، حيت هاد الدار ضربت عليها واحد العذاب واحد التماره وكلها كريدي. النهار اللي فاش خدينا هاد الدار الحباب كنسجد اقسم بالله العظيم الا كنسجد في الارض كنقول الحمد لله يا ربي، واخيرا كنا ساكنين في بيت وكوزينه مع الجيران في اخر في الاخر فاش صافي خرجنا من تما لهاد الدار كنا ساكنين في بيت وكوزينه مع الجيران، والقادوس حاشاكم كان طرطق لينا القادوس اللي فين كنغسل الماعن، ما عندي لا كوزينه لا بابو لا والو، غير واحد البليصه هكا تحت الدروج تما فين كنت كنطيبو بيت. صافي هادشي اللي كان عندي، وديك البلاصه اللي كنت كنطيب فيها اللي تحت الدروج تما كانوا دايرين واحد القادوس، وداك القادوس حاشاكم طرطق، عرفتي تصوروا شي 8 شهور وحنا ساكنين تما، يعني سكننا تما عامين ولكن 8 شهور باش طرطق القادوس، والريحه حاشاكم والوسخ ديال القادوس ديال المالي الفوق كلشي كيهبط علينا واحد الحاله يرتلها. ما تتمناش العدو ديالك يسكن في بيت، العدو ديالك ما تتمناش يسكن في بيت. هادشي اللي كاين الحباب، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، وانا الطلب ديالي اللي كنطلب منكم انا كنزوق لكم في الميمه وفي معز عليكم، تعاونوا معايا غير في هاد القناه باش نطلعها شويه، انا ما عنديش زهر اقسم بالله العظيم ما عنديش زهر، واخا الزهر في الله سبحانه وتعالى ما عنديش الزهر. علاش ما عنديش الزهر؟ فاش ما درت يدي سبحان الله العظيم ما كيكملش، فاش ما درت يديها نتوما كتشوفوا تماره والعذاب، ما خليت ما درت في هاد القناه والو، كنشوفوا حدين يلاه بداو ما كاملش حتى شهر وغير جالسين حاطين الطبله وجالسين كيتجمعوا كل واحد كيهضر من جهه، والقناه كتلونصا كضرب لهم 40 في في النهار 50 في في النهار، اقسم بالله العظيم الا مازال ما كملوش حتى شهر باش حلوا القناه، وانا عامين عباد الله عامين
وانا كنضرب تمره في هاد القناه وما خليت ما درت، بينت والديا بينت خوتي بينت راسي بينت ولادي بينت راجلي بينت مالي نداري بينت العائله كامله، والو والو. هاد القناه ما بغاتش تطلع، ولكن الحمد لله. عسى تكرهوا شيئا فهو خير لكم، اللهم لك الحمد. انا كنحمد الله وكنشكر على اي حال انا فيه، واخا بزاف ديال الناس غادي يتشفاو فيا وغادي يعجبهم الحال، عارفه حيت بزاف ديال العديان كاينين وبزاف ديال الناس غادي يتشفاو فيا وغادي يقولوا ها حفيها الحمد لله عليها، ولكن كاين الله. من هذا المنبر غنبغي نقولها لكم قبل ما تقولوها، كاين الله سبحانه وتعالى. وكنطلب ربي الحبيب يعاونني ويوفقني، والناس اللي كيبغيوني حتى هما كنطلب منهم انهم اي واحد شاف هاد لا فيديو، بغيت ربي الحبيب يرزق ميمتك الجنه، بغيت ربي يرزق ميمتك الجنه، بغيت ربي يرزق ميمتك الجنه. بارطاجيو القناه ديالي على قدر المستطاع، اقسم بالله العظيم الا صدقه جاريه، صدقه جاريه، اقسم بالله العظيم الا صدقه جاريه عندكم، حيت بصح انا محتاجه لهاد القناه، محتاجه لها انا، محتاجين لها والديا اللي هما ناس مسنين، محتاجين لها ولاد وليداتي اللي هما مازالين اطفال وباغيين حتى هما بزاف ديال الحلم اللي عندهم، باغيين يحققوا الاحلام ديالهم، بغاو ولو غير ليجو، غير الالعاب ليجو، ما عندهمش خصهم حتى هما، باغيين الالعاب بحال وليدات الصغار، باغيين حتى هما ليجو باغيين، ولكن هادشي كامل ما كنبغيش نهضر عليه، كنبغي دائما نبان نشيطه، دائما نبان فرحانه، واخا القلب ربي اللي عالم عليه، ولكن كما قلت لكم محتاجين لها هاد القناه ان شاء الله. الا سخر فيها سيدي ربي ما غاديش ناكل منها غير انا، غادي ناكل منها انا وبزاف ديال الناس اللي محتاجين، منهم الاقرباء ومنهم اللي بعاد، بزاف الناس اللي محتاجين، بغيت ياكلوا من هاد القناه، ماشي ناكل غير منها غير بوحديتي. انا الطلب ديالي اللي كنطلب منكم، بغيت ربي يرزقكم الجنه، بغيت ربي يرزقكم جنه الفردوس، بغيت ربي يرزقكم جنه الفردوس. بارطاجيو القناه ديالي وتعاونوا معايا وتفرجوا لي في الفيديو كامل، الله يرحم لكم الوالدين. راه القناه ديالي بدات كتهبط، راه كيما شفتوا المشاهده كانت كضرب لي 1000 في حتى 2000 في في النهار، دابا ولات كضرب 500 في في النهار، 400 في في النهار، يعني راكم عارفين هبطت لي المشاهده بزاف. انا بغيت ربي الحبيب يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. الطلب اللي كنطلب منكم غير تعاونوا معايا غير بالبارطاج، حيت هاد القناه بغيت ولو نخلص منها غير الطريطه ديال الدار، ولو تجيني غير ديك 24 ريال، غير ديك 1200 درهم في الشهر، نخلص بها غير الطريطه ديال الدار ونقول الحمد لله يا ربي. يعني الدار هي الاساس اللي سترى فيها وليداتي، سد عليا بابي، ما يدق عليا مول الكره، ما يدق عليا جيران، ما يدق عليا شي حد يقول لي علاش ضربتي المسمار في الحيط، ما يدق عليا حد يقول لي علاش كدرز، ما يدق عليا، الحمد لله سد عليا بويبتي وجالسين انا وليداتي. هذا هو الاهم، هذا هو الاساس. اما السكنه مع الجيران ولا السكنه ديال الكرا ولا، راه الا ما خلصتيش غير شهر واحد الكرا راه غيجيو يجريو عليك، راه ما يمكنش تسكن في الدار ديال الناس بلا ما تخلص، يعني راه غادي يلوحوا لنا حوايجنا للزنقه صراحه. الله اقسم بالله العظيم انا كنطلب منكم الحباب تعاونوا معايا غير في هذه القناه وتبارطاجيو القناه ديالي، الناس اللي في قلبهم الرحمه، الناس اللي في قلبهم الرحمه، انا كنزوق لكم في الميمه وفي معز عليكم، الله يكثر خيركم ويخلف عليكم، تعاونوا معايا وبارطاجيو القناه ديالي على قدر المستطاع. والناس اللي عندهم الواي فاي تفرجوا لي في الفيديو على كامل، بحيت المشاهده غير الا دخلتي للفيديو خرجت راه المشاهده ما كتحسبش، كتحسب المشاهده الا تفرجتي في الفيديو كامل. وبزاف الناس اللي كيقولوا راني كنتخلص وكنقول مازال ما كنتخلصش، يعني الناس اللي كيفهموا في هادشي ديال اليوتيوب راهم فاهمين وعارفين، حيت راهم كيشوفوا لي في اللي عندي وكيشوفوا المشاهده اللي عندي وكلشي راه باين. كندوي مع واحد الفئه قليله ديال الناس اللي ما كيعرفوش في هادشي وما كيفهموش وكيقولوا راني كنتخلص، ولكن راه ربي شاهد عليا الا شديت شي ريال من اليوتيوب نتحرق به، لحد الان مازال ما شديت حتى شي ريال وربي شاهد عليا. وهادشي اللي كاين الحباب، وشكرا لكم وربي يحفظكم وربي يستركم في الدنيا وفي الاخره، بوسه كبيره مني لكم وراكم كاملين في القلب. ونتمنى يا الحباب تبارطاجيو القناه ديالي، ونتمنى منكم ديروا بهادشي اللي قلت لكم وتفرجوا لي في الفيديو كامل وتبارطاجيو على قدر المستطاع، وتنتو ما هضروا مع الناس والعائله ديالكم وقولوا لهم هاد السيده راها محتاجه، حيت راها صدقه جاريه، اللي ما عنده ما يصدق يصدق غير هاد القناه ديالي بارطاجيها، راه عنده اجر كبير مع الله سبحانه وتعالى. اقسم بالله العظيم الى الحال راه باينه بلا ما نزيد نشرح لكم، وبسلامه عليكم وتهلاو في راسكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم، ونتمنى تسمحوا لي، كنطلب منكم السماحه، كنطلب منكم السماحه، كنطلب منكم السماحه، تسمحوا لي على هذا الفيديو. ما عمرني كنت ظنيت شي نهار غادي نخرج بهذا الفيديو، كيعجبني ندير شي فيديوهات اللي نكون ديما ضاحكه ديما.